أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعما حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. باب الوارثين من الرجال. والوارثون في الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء. والوارثات في النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة. واعلم بأن الإرث نوعان هما، فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. باب الثلثين.
والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنات لابني فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو للأختان فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الإبن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات وبنت لابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. باب ميراث الجدات. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا وما لذي البعد مع القريب
في الإرث من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا. أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. وبالبنات وبنات الإبن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقط متى حاز البنات الثلثين يا فتى. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا. وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة. باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. إن لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع بإيضاح عن استفهامي. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. زوج وأم وهما تمامها. فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. باب الحساب.
وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيلا وتعلم التصحيح والتأصيلا فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعرف ولا انفلام فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشرا والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول فتبلغ الست عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم إثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي باب تصحيح المسائل وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره هديت أن تضل عنه واضربه في الأصل الذي تأصلا وأحص من ضم وما تحصلا واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كافي وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة باب الخنث المشكل والمفقود والحمل
وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكونه أو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والأقل. باب الهدم والغرق ونحوهم. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. الخاتم. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأكابر الأخيار. باب الرد. إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكه، فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين، وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام، إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى، واجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد ذا وذا أصلين، واستعملن الضرب والتصحيح إن تحتاجه كما عهدت من سنن. باب ميراث ذوي الأرحام. إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجبوا، نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، وعمة قد حجبت بنتا لعم، لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث، فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني علما، واحفظ وقل يا رب زدني علما، يا رب زدني علما.